باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا فيكم. اليوم نحكي عن الآية اللي بتقول أنا والطريق والحق والحياة. هون بنشوف إنه يسوع تكلم بسلطان لأنه هو كلمة الله المتجسدة، هو الله المتجسد. يسوع هو الطريق، لا يوجد طريق آخر غير المسيح اللي بوصل لملكوت السماء، لا يوجد أي طريق آخر. يسوع هو الحق، الحق ليس معلومة علمية لأنه المعلومات العلمية قد تتغير بعد كم سنة، أما يسوع لا يتغير، هو نفسه البارحة اليوم وفي الغد. سو الحق هو شخص وليس معلومة. يسوع هو الحياة، ما فينا نروح على الحياة الأبدية من غير يسوع. الخطية جابت الموت للناس، أما يسوع إجا بموت على الصليب خلصنا من عبودية الخطية، هو أعطانا الحياة وأعطانا وسيلة حتى نوصل لملكوت السماء. فعشان هيك يا إخوتي يجب أن نتبع يسوع، هو الطريق هو الحق وهو الحياة. الله يبارككم.